قبل أن تشاهد هذا الفيديو بأكمله، يجب أن تعلم أنه يمكنك إبطاءه إذا كان سريعا جدا. كل ما عليك فعله هو الضغط على أيقونة الترس لتحديد سرعة التشغيل. أي من هذه الخيارات فوق المعدل الطبيعي سوف يبطئها. مرحبا، أنا بيكي. مرحبا بكم في دروس الفيديو الخاصة بالرسائل المباشرة. في هذه الحلقة سوف نوضح لك كيفية إعداد حساب واتساب وكيفية استخدامه. قد يبدو من غير الضروري تنزيل تطبيق مراسلة آخر، لكن أعتقد أن واتساب على وجه الخصوص مفيد جدا، لأنه يحظى بشعبية كبيرة خارج أمريكا الشمالية، كما أنه يحظى بشعبية كبيرة بين كبار السن. كما تتذكر قبل بضع سنوات، إذا كنت حاولت الاتصال عن طريق مكالمة دولية كان ذلك يكلف الكثير من المال، لكن الآن مع واتساب يمكنك التحدث مع أي شخص في جميع أنحاء العالم لديه هذا التطبيق أيضا، فقط باستخدام الإنترنت. أنت تدفع فقط مقابل خدمة الإنترنت ولا تدفع مقابل المكالمة الدولية. أنا شخصيا أمتلك سلسلة رسائل عائلية على واتساب، حيث يوجد جميع أبناء عمومتي في الولايات المتحدة، ويمكننا التحدث بحرية في هذا التطبيق وإرسال الصور ومقاطع الفيديو، ويبقينا على اتصال دائم، وهو أمر رائع حقا. يمكنك الدردشة مع العديد من الأشخاص في موضوع واحد. هذا يعني أنه عندما أتحدث مع عائلتي يوجد حوالي 20 عضوا مختلفا في غرفة الدردشة هذه، ومن الرائع حقا أنها تتيح لنا البقاء على اتصال دائم. شيء آخر رائع في واتساب هو أن التسجيل بسيط للغاية، حيث كل ما تحتاجه هو رقم هاتف. لنبدأ على شاشتنا الرئيسية. نحن نبحث عن متجر جوجل بلاي، يبدو مثل هذا. في شريط البحث العلوي أكتب واتساب، ثم ألمس العدسة المخبرة. الآن ألمس هذا الزر الأخضر للمتابعة. الآن كل ما عليك فعله هو انتظار انتهاء التنزيل. بمجرد الانتهاء سيتحول إلى زر فتح أخضر، ألمسه لفتحه. بمجرد فتحه يتحول إلى هذه الشاشة. ألمس موافق ومتابعة، سيطالبك برقم هاتفك. فقط ضع في اعتبارك أنه يجب أن يكون رقم هاتف محمول وليس خطا أرضيا. بمجرد الانتهاء من كتابة رقم هاتفك، فسيتم التحقق لمعرفة ما إذا كان لديك حساب سابق مرتبط برقم الهاتف نفسه الذي كتبته للتو. إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات الحساب السابقة، يمكنك أن تنتظر حتى يتم ذلك. في الصفحة التالية يسألك عن اسمك، ويمكنك كتابة اسمك الحقيقي إذا أردت، أو يمكنك إنشاء اسم مستخدم. توجد 5 علامات تبويب في الجزء العلوي من نظام واتساب أندرويد. هذه جميع الأدوات التي يمكنك استخدام واتساب من أجلها. أول واحد، وهو الذي يفتح تلقائياً، يسمى الدردشات. هذا هو المكان الذي ستقضي فيه غالباً معظم وقتك. هذا أيضاً هو المكان الذي قد يطلب منك فيه الانضمام إلى مجموعة ما. دعنا نقول إذا حاول أحد أفراد عائلتك إضافتك إلى مجموعة، ضع في اعتبارك أنه عندما تضيف شخصا فأنت تستخدم رقم هاتفي، لذلك من السهل جدا ألا تضطر إلى حفظ اسم المستخدم أو عنوان بريده الإلكتروني، فقط رقم هاتفي. الآن دعنا نستعرض الميزات الأخرى لتطبيق واتساب. ميزة الحالة، هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إضافة جملة قصيرة حول ما تنوي فعله حاليا، وربما حتى مقطع فيديو قصير يوضح ما تفعله. يمكن مقارنتها بقصة سناب شات أو إنستغرام، لكن لا تقلق إذا كنت لا تعرف ما هي. لننتقل الآن إلى ميزة المكالمات على واتساب، وهي ميزة ذات شعبية كبيرة. هنا لديك خيار إما إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو باستخدام الإنترنت، لذا تأكد من أن لديك اتصال واي فاي قوي أثناء استخدام واتساب. الميزة التالية هي الكاميرا، إنها رائعة لا تحتاج إلى شرح.
يمكنك التقاط صورة وإرسالها إلى أحد جهات الاتصال الخاصة بي أو حتى مقطع فيديو. الميزة الأخيرة هي الإعدادات، هذا هو المكان الذي يمكننا فيه ضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بنا. أقترح أن تقوم بهذا، ألمس أيقونة الإعدادات، الآن حدد الخصوصية من القائمة. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه اختيار جعل صورتك أو قسم التعريف الخاص بك أو مجموعاتك الخاصة متاحة فقط لجهات الاتصال الخاصة بك. نقترح القيام بذلك لأن الكثير من الأشخاص يستخدمون واتساب، وبالتالي إذا لم تفعل ذلك فستكون معلوماتك متاحة لأي شخص. لنفترض أنك في مجموعة من 30 شخص مختلف ولا تعرف الضرورة كل فرد في هذه المجموعة. إذا كان لديك إعداد الخصوصية لجهات الاتصال فقط، فبهذه الطريقة يمكن للأشخاص الموجودين في هاتفك فقط رؤية معلوماتك، مثل صورة ملفك الشخصي وقسم معلوماتك وانتماءاتك مع أشخاص آخرين في هذه المجموعة. عندما تلمس أيقونة بدء المكالمة أو أيقونة الهاتف، ستظهر قائمة بجهات الاتصال الخاصة بك. في هذه القائمة يمكنك معرفة من لديه واتساب بالفعل، لأنه سيظهر تحت اسمه مرحبا أنا أستخدم واتساب. إذا كان شخص ما في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ليس لديه هذه الجملة تحت اسمه، فهذا يعني أنه ليس لديه تطبيق واتساب، وربما يجب أن تقترح عليهم الحصول عليه. أنا لا أعمل في واتساب فلا أقوم بأخذ عمولة. عندما تستخدم المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو على واتساب يكون الأمر بسيطا جدا، من حيث أنه لا يوجد سوى بضعة أزرار يمكنك استخدامها، وتشمل هذه الأزرار زر الإنهاء يبدو كالتالي: زر لتشغيل وإيقاف وتشغيل الفيديو وشكله هكذا، زر لتشغيل وإيقاف تشغيل الميكروفون وشكله هكذا. هذا هو الفرق بين أن تكون أمام الكاميرا أو خلف الكاميرا. إذا كنت ترغب في التباهي بالديكور في غرفتك، فهذه طريقة مثالية للقيام بذلك. هذه الأيقونة هنا هي طريقة أخرى يمكنك من خلالها الاتصال بالأشخاص، وهذه الأيقونة هنا هي طريقة أخرى لمكالمات الفيديو بالأشخاص. ها هي الكاميرا إذا كنت تريد إضافة بعض الصور، هذا أمر ممتع حقا، فهو يسمح لك بتسجيل نفسك وأنت تقول شيئا، ويمكنك إرسال هذا التسجيل بدلا من الإطرار إلى كتابك ما تحاول قوله. إنها حقا تقلل من وقت الرسائل النصية. تتيح لك هاتان الأيقونتان إضافة ملفات إلى رسائلك، ويسمح لك لمس هذا المربع بكتابة رسالة. بذلك نختم هذه الحلقة من دروس الفيديو الخاصة بالرسائل المباشرة. شكرا على متابعتنا، ونراك مرة أخرى قريبا. اضغط هنا لمشاهدة الحلقة القادمة.